طيب الاهلي اكيد الفتره الجايه عنده استحقاقات كتيره، وكان بيلعب الفتره الاخيره مباراه في دوري ابطال افريقيا مع سان جورج بعد مباراه المصري وبعد مباراه اتحاد العاصمه. النهارده معانا في الترند اونلاين عبر السكايب الناقد الرياضي الاستاذ سعيد علي عشان نتكلم معاه في امور تتعلق بالنادي الاهلي ومشاركاته في الفتره اللي جايه. محضر معانا شويه حاجات وهنساله عن بعض النقاط. استاذ سعيد مساء الخير، برحب بك في البدايه. مساء النور عليك محمد، اهلا بيك، تحياتي لحضرتك ولكل متابعي السادي. طيب في البدايه عايز اسالك عن صفقات الاهلي الجديده، عندنا انطوني موديست وعندنا امام عاشور ورضا سليم، ثلاث لعيبه انضموا للاهلي. يعني لعب موديست ماتش المصري، رضا سليم وامام عاشور لعبوا في اتحاد العاصمه ولعبوا باقي المباريات. فمن خلال مجموعه المباريات الصغيره لسه في بدايه الدوري، مدى استفاده كولر بيهم من دلوقتي؟ انا عارف السؤال ده المفروض يتسال على المدى البعيد، ولكن بنتكلم على المرحله الانتقاليه الاولى من وجهه نظرك. صحيح، احنا ممكن نتكلم ونقيم الانطلاقه لان مهم قوي الانطلاقه بتكون مؤشر على بعض الاشياء ممكن تلاحظها وتستلخصها بشكل مبكر. فلو اتكلمنا على امام عاشور بالتحديد نقدر نقول ان عنوان عريض لبدايه امام عاشور انه عمل حاله دخول مبكر وقويه جدا بشكل ربما فيه انفجار تماما. شفنا قد ايه لاعب قدر يظهر بشكل مؤثر جدا جدا في اداء الفريق وقدر يكون له اثر وفعاليه كبيره جدا، لان امام عاشور كان محاط بضغوط جماهيريه واعلاميه غير عاديه تخليك تجد او تتوقع صعوبات في البدايه، لكن من الواضح جدا ان امام تم تاهيله من خلال الجهاز الفني او الجهاز الاداري او حتى محيطه العائلي واسرته بشكل مثالي، خلاه بيلعب وكانه متواجد في النادي الاهلي من سنوات طويله، بيلعب باريحيه اكثر من الجميع، ثقه في نفسه غير عاديه، فبالتالي ظهور قوي جدا خلى قطاع كبير من الجمهور اللي كان متشكك او عنده بعض الشك ان الصفقه مع التضييق الجماهيري اللي حصل عليها مش هتؤتي الثمار المنتظر منها، لا حصل اتفاق مبكر جدا على اننا واحده من اهم الصفقات الالفيه الجديده مش بس السنوات الاخيره. فبالتالي اتوقع ان امام عاشور يواصل هذا التالق ويواصل تقديم اداء كبير مع النادي الاهلي، كمان هيحدث التحول المنتظر لمارسيل كولر. يمكن مارسيل كولر تميز الموسم الماضي بانه صاحب منظومه تكتيكيه وخططيه قويه جدا، لكن انك تمتلك الفرد صاحب الجوده العاليه صاحب الجوده الاستثنائيه ده ما كانش موجود بشكل كبير. اعتقد ان امام عاشور سيضفي هذه الميزه للنادي الاهلي وسيعطي كولر حلول فرديه كان يفتقدها ظهرت في اخر مباراتين. بالنسبه لرضا سليم زي ما خدت عنوان لامام عاشور انه دخول مبكر، اقدر اوصف حاله رضا سليم بانها دخول جريء، دخول جريء جدا للاعب شاب في بداية مشواره بينتقل من دوري إلى دوري آخر، بينتقل إلى فريق هو الأكثر جماهيرية الأكثر شعبية المحاط بالضغوط الكبيرة. البداية دائما تكون هنا في النادي الأهلي صعبة على أي اسم، لكن رضا سليم من بدري قوي قال إنه شخصية جريئة، قال إنه شخصية قوية قادر إنه يكون في منظومة بهذه القوة، منظومة بهذا الحجم الكبير. فأعتقد إنه من اللحظة الأولى وحتى في مباراة صعبة جدا ومباراة معقدة للنادي الأهلي المنظومة ما كانتش حاضرة بشكل قوي أمام الاتحاد العاصمة، لكن الجميع أثنى على ما قدمه رضا سليم. ثم أمام المصري التكتل الدفاعي القوي للنادي المصري على مدار 40 دقيقة كان الحل حاضر أيضا من حل فردي لرضا سليم، وده المنتظر منه وده اللي دفع مارسيل كولر انه يفضله على اسماء ثانيه كانت اهم واكبر وكانت متاحه لنادي الاهلي، لكنه فضله ليقول من بدري قوي قوي انه فعليا صفقه تستحق هذا التقدير وتستحق أكيد هذا الثناء من الجهاز الفني. طيب سؤال ثاني متعلق بمباريات الدوري، احنا لسه في الاسبوع الثاني، تتوقع الموسم السنه ده هيكون موسم ساخن مباريات قويه ومثيره، ولا شايف المستوى الفني لسه مش في البدايه بشكل كويس؟ يعني خلينا نقول ان النادي الاهلي او بالتحديد اداره الاهلي وجهازها الفني بتخطيطهم لهذا الموسم صعب المهمه جدا على كل الانديه، لان بهذه الصفقات وهذه التدعيمات مش بس النادي الاهلي هيفوق داخل الملعب او التشكيله الاساسيه، لكن هنكون امام دكه اشرس واكثر قوه، هنكون امام قائمه موسعه ايضا اكثر قوه. النهارده احنا بنشوف
احمد عبد القادر دخوله في دقائق قليله، ازاي بيقدر يسيب انطباع جيد جدا، ازاي بيسيب اثر ايجابي عكس فترات سابقه. فبالتالي اقدر اقول ان النادي الاهلي صعب مهمه الاخرين بشكل كبير جدا. صحيح في انديه دعمت بشكل كويس، لكن ما زالت الفجوه ما بين الاهلي، والفجوه هنا لا اقصد بها فجوه فنيه متعلقه بالافراد فقط او حتى متعلقه بالتنظيم الخططي، ولكن ايضا متعلقه بالتنظيم الاداري والحاله المستقره دائما. اعتقد ان المهمه ستكون صعبه. اعتقد ان النادي الاهلي قادر على انه يكرر ما جرى في الموسم الماضي، وانه يحصد او يتوج ببطوله الدوري في وقت مبكر، ويكون اهتمامه منصب في اتجاهات اخرى زي دوري ابطال افريقيا، خاصه ان النادي الاهلي سيتعرض لحاله من الاجهاد والضغوط بعد الدوري الافريقي وكاس العالم في أكيد. الانديه. فاعتقد ان الاعداد هذا الصيف كان ذات نظره بعيده المدى، وكان في تخطيط لحاله الضغط المباريات اللي هتحصل. فبالتالي ده اللي هيساعد النادي الاهلي جدا في الخواتيم. اعتقد نادي بيراميدز سيكون المنافس الاهم للنادي الاهلي، لكن مش متوقع له انه يقدم افضل من الموسم الماضي. افضل نقطه قد يصل لها انه يكون في المرتبه الثانيه خلف النادي الاهلي وبفارق من النقاط. ربما تكون المنافسه في الدوري الموسم في الدوري المصري هذا الموسم منحصره على المقاعد الافريقيه المؤديه الى البطولات القاريه، سواء دوري الابطال المقعد الثاني. هيكون في صراع ما بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز، وربما يدخل معاه حد ثالث. ايضا الكونفدراليه سيكون عليها صراع، لكن الموسم مش هيختلف كثير عن الموسم الماضي. ستكون ملامحه بادية وواضحة جدا من الانطلاقة ومن الربع الأول من الموسم. بإذن الله. أستاذ سعيد علي الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة عبر تريند أونلاين وعبر السكايب. اتكلمنا في تفاصيل متعلقة بالأهلي خلال الفترة الأخيرة والدوري بشكل عام، وإحنا لسه في الأسبوع الثاني، واستئناف مباراة الأسبوع الثاني كانت امبارح والنهاردة، وبالتأكيد لسه المشوار طويل والموسم طويل جدا.